ولدك اللي ما يحبش الزراعة ما يحبش يزرع، هو انت جيت انت بس انت تحب تزرع، انت تحب تجيب شجر وتزرع وتفتح تربة وتحط وتسقي في الشجر وتبدا تتبع الشجر بتاعك بعد تربة، فحاب انك انت تنقل القصة هذه لولدك انه هو يدير زيك انت بالضبط. اما ولدك هو يا اما ما يحبش الزراعة يا اما ما جربش من قبل انه هو يزرع، تمام؟ فهمنا القصة. انت عندك خيار من اثنين، اما تجيب لك كتاب كيف هذا، تجيب لك كتاب كيف هذا في معلومات الاشجار وفي معلومات الزراعه وفي معلومات التربه وفي معلومات الشمس وفي معلومات الهواء وفي معلومات المياه وفي اوقات الزراعه وفي اوقات المش زراعه وفي كل شجره امتى تزهر وفي كل هذا خيار، صح ولا لا؟ وكلنا مرينا بالخيار هذا طول حياتنا لما تخرجنا وقعدنا هنا، لان احنا خذينا كتابات فيها كل المعلومات اللي نحن نبوها، تمام؟ في خيار واحد ثاني، شنو هو الخيار واحد ثاني؟ تجيبه نقول له تعال معايا، تاخذه من يده وتجيب انت الشتله وتوريه من الاول بكل كيف هو يطلع في الشتله وكيف يفتح التربه وكيف يحط الشتله وكيف يسكر وامتى يسقي وامتى كذا، وتراجع بعد ثلاثة ايام تقول له تعال شوف الشتله كيف كبرت، ولعما تكبر شويه تبدا توريه تقول له شفت لان احنا سقينا في الوقت الفلاني في كذا، تعال في الليل تعال في الصبح تعال في شنو رايكم؟ هذا خيار وهذا خيار، اي خيار بالنسبه لك انت احسن؟ العملي صح؟ شن صار في الخيار الأول وشن صار في الخيار الثاني؟ في الخيار الأول لو كان هو خذ الكتاب وقرأ حيقرأ واجد ووقت واجد ومعلومات واجدة بكل قد لا تهم وقد ما يحبهاش، ممكن في أنواع من الأشجار هو ما يحبهاش ويمل، وفي نفس الوقت لما قرأ الكتاب وكمل وحفظ صم لما يجي على التربة مش حيعرف يزرع. انت لما جيت انت جبته وجبته وانت قاعد توري فيه في الزراعه، قاعد تعطي فيه في المعلومه عن التربه وتعطي فيه في معلومه عن الشتله وتعطي فيه في معلومه عن السقايه وتعطي فيه في معلومه عن الجو وعن الشمس وعن الهواء والكلام هذا كله، صح ولا لا؟ اعطيته المعلومات هذينا وبعد ما اعطيته المعلومات وريته كيف يزرع، وبعد ما هو زرع لو هو جاء ثاني يوم وثالث يوم يتبع في الشجر كيف انه هو كبر او صغر او كذا، انت غيرت حاجه داخل منه تجاه الزراعه، صح ولا لا؟ مرات هو ما يكونش يحب انه هو يزرع، مرات هو ما يكون ما يحبش يزرع ومرات مش عارف الزراعه، بس انت غيرت فيه حاجه وخليته يجري ثاني يوم وثاني اسبوع يجري يشوف الشكل انت كبرت ولا لا، انت مش حتقرب شيره، هو الحياه اللي بيتبع في الكلام هذا كله. اللي كان الاوبشن الاول هذا نتاع الكتاب يسمى التعليم، هذا يسمى التعليم، صح ولا لا؟ التعليم هذا باختصار هو تلقين للمعلومه، ان نلقنك المعلومه بطرق سواء محاضره سواء كتاب سواء، المهم ان نلقنك المعلومه، ما نرجعش عليك نقول لك انت شنو فهمت من المعلومه. انا عندي كتاب مقرر اني نعطي لك وانت مقرر عليك انك تاخذه، تمام؟ هذا الاوبشن الاول. الخيار الثاني اسمه شنو؟ تدريب. شنو صار في الخيار نتاع التدريب؟ تعرفوا شنو صار في الخيار نتاع التدريب؟ الخيار نتاع التدريب انا اعطيت المعلومه، صح ولا لا؟ اعطيت المعلومات، وبعد ما اعطيت المعلومات شن درت له انا؟ اعطيته حاجه اسمها مهارات ولا لا؟ واعطيته حاجه ثانيه اسمها شنو؟ سلوكيات او نحن نسموها اتجاهات. السلوكيات هذه اني انا غيرت سلوكه تجاه الطبيعه او تجاه الشجر. في الكتاب اللي كنت حنعطيه له كان يوصل لعند هنا بس. معلومات فقط. مش مجبور انا والله نشيلك وتزرع وتدير وكذا، لا مش موضوعي، لكن بتدير انت بروحك وتاخذ الكتاب مرجع لك مع نفسك بس.